السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات مدارس الأندلس الخاصة، أهلا ومرحبا بكم. معكم أسماء محمد تحت إشراف الأستاذ فوزي الطنوبي مدير المدرسة. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس بعنوان إعراب جمع التكسير للصف الخامس الابتدائي. قبل ما نتكلم عن تعريف جمع التكسير وعلامات إعرابه، لابد إن احنا نعرف إن أنواع الجموع الثلاثة. إيه هم أنواع الجموع؟ جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع ايه؟ جمع تكسير. جمع المذكر السالم هو ما دل على اكثر من اثنين. احنا قلنا جمع مذكر اثنين فقط، اكثر من اثنين يعني ممكن يبقوا ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة الى ما لا نهاية. ونخلي بالنا ان جمع مذكر يعني خاص بجماعة الذكور، جمع مذكر يعني خاص بجماعة الذكور، انما جمع مؤنث سالم ده خاص بجماعة الاناث فقط. هو ما دل على اكثر من ايه؟ من اثنتين. جمع المؤنث السالم هو ما دل على اكثر من اثنتين يعني ثلاثة او اربعة او عشرة الى ما لا نهاية. انما جمع التكسير، جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، يعني خاص بجمع المذكر وجمع ايه؟ جمع مؤنث. جمع التكسير نخلي بالنا ان جمع التكسير للمذكر وللمؤنث الاثنين، يعني مش خاص بواحد فقط. تعالوا كده نعرف جمع التكسير ونقول هو ما دل على اكثر، اكثر من ايه؟ اثنين او اثنتين. خلي بالنا اكثر من اثنين. طب لو انا قلت هو ما دل على اثنين او اثنتين، في الحالة دي يبقى انا بتكلم على المثنى وليس جمع التكسير. يبقى جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير صورة المفرد. بتغيير صورة المفرد ازاي؟ يعني المفرد بيكون متغير تمام. طب تعالوا كده نلاحظ من خلال الامثلة، لما اقول كتاب، كتاب جمعها ايه؟ جمعها كتب. طب مثال تاني، عالم، مفردة دي مفرد جمعها علماء. مثال ثالث، لما نقول طريق جمعوا ايه؟ طرق. تعالوا كده نشوف نهاية الكلمات الجمع. كتب نهايتها باء، علماء نهايتها همزة، طرق نهايتها قاف. هل لهم نهاية محددة؟ لا طبعا، لكن المفرد اتغير تماما. المفرد اتغير، عشان كده سمي بجمع التكسير. جمع التكسير ليه؟ لأنه بيكسر صورة المفرد، بيغيره تغيير تام. إعراب جمع التكسير، يا ترى أنا هعربه بإيه؟ جمع التكسير علامات إعرابي مثل علامات المفرد بالضبط. طب تعالوا نشوف كده، جمع التكسير يرفع بالضمة، جمع التكسير بيرفع بإيه؟ بالضمة، مثل الرجال أقوياء، حضر الرجال. تعالوا ناخد كده نموذج إعراب على حالة الرفع. لما أقول حضر الرجال، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، على فعل ماضي مبني على الفتح وليست الفتحة، على الفتح الظاهر على آخره. ما أنا بقول له حضر فعل ماضي مبني على الفتح. الرجال، الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه طبعا الضمة الظاهرة على آخره. طب ليه مرفوع بالضمة؟ لأن كلمة الرجال جمع تكسير. يبقى دلوقتي عرفنا جمع التكسير يرفع بإيه؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. جمع التكسير ينصب بالفتح، مثل قرأت الكتب. خلي بالكم قرأ فاعل والتاء فاعل والكتب مفعول به. طب ناخد نموذج إعراب لها كده، لما نقول قرأت الكتب، قرأ فعل ماضي مبني على السكون. قرأ فعل ماضي مبني على السكون، ليه مبني على السكون؟ بسبب اتصاله بتاء الفاعل. طب والتاء، التاء ضمير متصل بارز مبني على الضم في محل رفع ايه؟ في محل رفع فاعل. ماذا قرأت؟ انا قرأت ايه؟ الكتب. يبقى الكتب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة الظاهرة على اخر. ليه الكتب منصوبة بالفتحة؟ لانها جمع تكسير. جمع التكسير يجر ايضا بالايه؟ يجر جمع التكسير بالكسرة. جر جمع التكسير بالايه؟ بالكسرة. لما نقول مثلا سلمت على الاطباء، سلم فعل ماضي مبني على ايه؟ ايوه برافو الشطار، فعلا مبني على السكون. ليه مبني على السكون؟ بسبب اتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل بارز مبني على الضم في محل رفع فاعل. طب وعلى؟ برافو، فعلا على حرف جر، لان حرف الجر تعالوا نتذكرها كده، من، الى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام.
فعلى حرف جر مبني على السكون لا محالة له من الإعراب. طب والأطباء؟ ما بعد حروف الجر يعرب اسم مجرور. ما بعد حروف الجر يعرب ايه يا شطار؟ برافو عليكم، يعرب اسم مجرور. فالأطباء عندي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. طب ليه مجرور بالكسرة؟ لأنه جمع تكسير. تدريب صغير كده نطبق عليه على إعراب جمع التكسير. التدريب بيقول ايه؟ حدد جمع التكسير واعربه، يعني انا هحدده وبعد كده اعربه. تعال نشوف المثال الاول بيقول ايه؟ صنع العمال الملابس في المصنع. برافو، انا سامع طالب شاطر بيقول لي ان انا عندي هنا جمع التكسير العمال. فعلا العمال جمع تكسير فقط. طب نبص تاني كده على المثال، صنع العمال الملابس. الملابس دي مفرد ولا جمع؟ دي جمع. طب تعالوا كده، ينفع تكون جمع مذكر؟ لا طبعا، جمع مذكر بيكون اخره واو ونون او ياء ونون. ينفع ان هي تكون جمع مؤنث؟ جمع المؤنث بيكون اخره الف وتاء، يبقى ده جمع نوعه ايه؟ برافو، ده فعلا جمع تكسير في المصانع. طب تعال، المصانع دي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ برافو، احسنتم، فعلا المصانع ده جمع ونوعه جمع ايه؟ تكسير. تعالوا كده نعرف، صنع فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر. طب والعمال؟ العمال فعل مرفوع علامة رفع الضم. مين اللي صنع؟ بسأل كده، مين اللي صنع؟ والإجابة بتاعتي بتديني الفاعل. طب العمال دول صنعوا إيه؟ صنعوا الملابس. طب الملابس هتعرب إيه؟ هتعرب مفعول به مجرور منصوب وعلامة نصبه الفتح. ليه منصوب بالفتحة؟ قلنا علشان هو جمع إيه؟ تكسير. في عندي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طب واللي بيجي بعد حرف الجر؟ برافو، بيعرب اسم مجرور. فالمصانع اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. ناخد كمان مثال تدريب، عادت الحقول إلى أصحابها. عادت الحقوق إلى أصحابها. طب تعالوا كده نشوف فين جمع التكسير، يا ترى فين؟ عادت الحقوق، يا ترى دي إيه؟ داخلها واو وقاف، ما هو جمع مذكر سالم آخره واو ونون وليس واو وقاف. يبقى أنا عندي دلوقتي الحقوق ده جمع إيه؟ تكسير. أصحاب، ما مفردها صاحب، يبقى أصحابي كمان جمع إيه؟ تكسير. برافو عليكم، أحسنتم. تعالوا نعرف كده، عاد فعل ماضي مبني على الفتح، عادت، التاء ساكنة، يبقى دي تاء التأنيث مبنية على السكون لا محل لها من إيه؟ برافو عليكم، أحسنتم، مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. والحقوق، يبقى أنا دلوقتي عاد فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث. الحقوق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. ليه الفعل مرفوع بالضمة؟ لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. برافو. إلا عندي إيه؟ إلا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أصحابها، أنا عندي أصحاب لوحدها اسم مجرور بإلا وعلامة جره الكسرة، والهاء دي إن شاء الله هتاخدوها الترم الثاني ضمير متصل بارز مبني في محل جر مضاف إليه. وبكده أكون خلصت علامات إعراب جمع التكسير. انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم لعلامات إعراب جمع المذكر السالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم أسماء محمد تحت إشراف الأستاذ فوزي الطنوبي مدير المدرسة.